سنة قضائية جديدة تفتتح اليوم تكريسا لتقليد قضائي راسخ وعريق. حدث سنوي يأتي هذا العام في سياق تحول تاريخي كبير يتمثل في اعتماد دستور جديد للمملكة، وثيقة تعطي مكانة هامة للقضاء كسلطة مستقلة بميكانيزمات وآليات متعددة للوصول إلى قضاء قريب من المواطن وفي خدمته. اللقاء مناسبة لعرض حصيلة السنة الماضية. السنة 2011 كانت سنة متميزة بنتائجها، تقريبا كان هناك انخفاض 12.5% من الرائج، مقارنة بالسنة الماضية هناك انخفاض بحوالي 27%، البت في القضايا لا يتجاوز يعني في أقصاه السنة، إذا هناك معطيات رقمية وهذا على المستوى الرقمي. على المستوى النوعي كذلك هناك تطور هام على جميع الأصعدة، يعني قرارات هامة في الميادين السياسية الحقوقية مجال الحريات. إلى جانب استعراض ما أنجز من إجراءات وتدابير لتحسين العمل القضائي، شكل افتتاح السنة القضائية مناسبة لاستعراض خطة العمل المستقبلية لضمان مسيرة قضائية ترقى بالقضاء إلى مستوى مغرب ما بعد المصادقة على الدستور الجديد وتكون في خدمة المواطن. نطمح إلى أولا التخفيض من أو التقليص من مهل البت في القضايا، والرهان المطروح هو التخفيض بهذا المدة إلى 6 أشهر، ولكن دون أن ننسى عامل الجودة. الرهان الثاني ثانيا هو الرهان العمل الرقمي، يعني رقمنة الإجراءات في داخل هذه المحكمة وصير بها إلى نحو التخلص من الأوراق. اللقاء تميز بافتتاح متحف يضم مجموعة من الوثائق والتحف والقطع القديمة التي ساهمت في حفظ الذاكرة القضائية، معروضات تمثل فترة ما قبل الحماية إلى الآن وتتعلق بالقضاء وبالمحاكم، كما تضم وثائق تؤكد مغربية الصحراء. نصب بالأمس في أكاديمية